واحدة من الاشتراطات زي ما ذكرت قبل شوي أنه يكون يعني عد عليه أكثر من مرة من مرحلة رجيم ورياضة، ولكن ما استفاد من نزول الوزن. من الأشياء أو الشيء المهم اللي دائما احنا نركز عليه كأطباء اللي هو موضوع مؤشر كتلة الجسم. هذا المؤشر اللي يعطينا علامة أو انطباع هل الإنسان هذا دخل في مرحلة السمنة أو الإنسان قد بعض الأشخاص يعتبر نفسه مجرد ما بدأ يزيد في الأكل أو زاد وزن نوعا ما يقولك أبحث عن عملية جراحية أنها تكون أسرع له. ما أبغى أدخل في مراحل أنه أنا أحرم نفسي من الأكل ولازم ألتزم في الرياضة، لا أبغى أدخل في العملية مباشرة. وهنا والله المؤشر هذا مهم. إيش هو المؤشر؟ المؤشر هو قسمة اللي هو الوزن بكيلوغرامات على مربع الطول، المعدل اللي أو الناتج اللي هو يكون 30. لما الإنسان يدخل مرحلة 30 فمعناته دخل مرحلة السمنة، وهنا طبعا لها تبعات ممكن تصير 30 35 40، وهكذا تصنف على الدرجات. الدرجة الأولى من 30 إلى 35، الدرجة الثانية من 35 إلى 40، أكثر من 40 هي مرحلة السمنة المفرطة. فالمعايير هذه كلها لما تكتمل عند شخص معين نقول أنت مؤهل لإجراء العملية أو أنت عندك مشاكل معينة. مثلا بعض الناس اللي يكون عندهم مشاكل أو اعتلالات نفسية أو اضطرابات نفسية غير مسيطر عليها، هنا نقول لا، لابد أنه أخذ الأدوية ومتابعة مع طبيب نفسي قبل إجراء العملية عشان ما يدخل في مراحل فيما بعد إجراء العملية قد تكون سيئة.